الملك محمد السادس يستقبل عزيز أخ النوش ويعينه رئيسا للحكومة الجديدة. أفاد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس استقبل اليوم بالقصر الملكي بفاس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخ النوش إثر تصدر هذا الحزب للانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد يوم 8 من شتنبر الجاري. وأورد البلاغ أن الملك محمد السادس عين عزيز أخ النوش رئيسا للحكومة وكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، ويأتي هذا التعيين يضيف ذات المصدر طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر 2021. وتصدر حزب الأحرار الانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية التي جرت في المملكة يوم الأربعاء الماضي.